السلام عليكم وتحية طيبة مني إليكم جميعا، وبمناسبة هذا الشهر الكريم إن شاء الله نتمنى نقول لكم صحة فطوركم، واللي راهي صحاكم دابيتود صحة سحور، وربي يتقبل منكم إن شاء الله ويتقبل من المؤمنين أجمعين أينما كانوا. في هذا الفيديو أنا راح نعطيكم واحد ثغرة جديدة، ولا كما تقدروا تقولوا سر من أسرار الجنسية الفرنسية، سر من الأسرار العميقة، ولا كما تقدروا تقولوه باللي حيلة من حيل اللي لازم تتبعوها في قضايا الجنسية الفرنسية. طبعا هذا السر لأول مرة أنا راح نعرضه، رغم أني نستعمله من زمان ومن زمان، ولكن أنا راح نعرضه. على كل حال ما نشتيش نمد كلش، ولكن أكثرية الناس بزاف راهي تتبع فيا وراهي تدعم فيا، والدعم تاعكم هذا خلاني أني نقدم لكم بعض المعلومات، ولكن اسمحوا لي نعطيكم لي غروند دين، ولأن حقيقة كاين الناس بزاف اللي راهي تتبع معايا، والله العظيم ما تستاهل هذيك، كاين الناس اللي ما تستاهلش وكاين الناس ما شاء الله يعني يستاهلوا غير الخير، وراني ندير اللي عليا باه نقدر نرضيهم هذوك اللي يستاهلوا واللي راهم يدعموا فيا، نقول لهم تبارك الله فيكم. وكي نكملوا لا فيديو هذه ماذا بكم يعني ديروا من تحت كاع لي كومونتير في لا فيديو ولا السر الجديد هذا، وتعطي لي رايكم فيه، لانه جامي سمعتوا به ولكنكم راح تسمعوا به، يعني هذوك اللي ما يستاهلوش راكم راح تديوا لانفورماسيون على وجوه اللي يستاهلوا ان شاء الله. ويلا نروحوا دونك نديروا اعاده بسيطه باه تقدروا تفهموا برك السر، لازم نعاودوا من الاول باه تقدروا تفهموا، نعاودوا القضيه نروحوا لها بالتدريج حتى نوصلوا الى المطلوب، الى واش السبب اللي وصلت باه ندير لكم هذا السر ان شاء الله. دونك قلنا في المرحله الاولى باه تطلبوا الجنسيه الفرنسيه انكم تقدموا ملف الى مصلحه الجنسيه الفرنسيه، و دونك يافي سيرفيس بور لي بيرسون كي سون اون الجيري، دونك يا لو سيرفيس دو شاتو دي رونتي اللي راهم بدلوه مؤخرا، ولا التريبينال دانستونس دو باري بول دو لا ناسيوناليتي. اذا كان في هذه الحاله، المرحله الثانيه في حاله الرفض، ما نهضرش اذا كان قدمت الطلب في المرحله الاولى وعطاولك الجنسيه تسمى لو بروبليم ريغلي، دونك سا سير عليا نهضروا بزاف راك رايح تهز الناسيوناليتي، ونقول لك مبروك عليك وربي يسهلك ان شاء الله ونتمنوا لك التوفيق. ولكن في بعض الحالات نشوفوا الرفض، كي عطونا في المرحله الثانيه الرفض، في الرفض هذا كان درت كلش بالعربيه ما نقدر نوصلوا المعلومه تكون بسيطه جدا للجميع، واش يديروا لك في الرفض؟ من اسفل الرفض يديروا لك يتم توجيهك الى وزاره العداله مينيستر دو لا جوستيس، يقولوا لك فو بوفي فيغ ان ركور فوالا، ولا يقول لك دير طعن الى المحكمه بحضور محامي. حنا الاغلبيه 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 تاعنا واش يديروا؟ يديروا ديريكت ركور للمحكمه باه يتفادوا المحامي، وكاين في بعض الاحيان وخاصه اللي راهم هنا في فرنسا يطلبوا مساعده تاع محامي، مساعده قضائيه، ويمدوا لهم اذا كان عنده رفض هو راه هنا في فرنسا، يعني يمدلو لا اشكال في ذلك. ولكن المحامي اذا كان ما عندوش سلاح باه يدافع عليك فماهوش راح يجيب لك نتيجه، يعني ماهوش راح يجيب لك نتيجه، ووضحت الامور هذو في عده فيديوهات سابقين. على كل حال دونك نروحوا، انا واش اقترحت عليكم؟ اقترحت عليكم انكم دو بريفيرونس دو روفير لا ريشيرش، تروحوا تحوسوا على مرسوم او حكم تجنس، واذا كان لقيتوه ديروا مباشره طلب اعاده النظر في القضيه. يعني قلت لكم ما كان لا تروح العداله، لان العداله راه ايفا كونفيرمي لا ديسيزيون دو سيرفيس ناسيوناليتي، يعني ماهوش راح تعطيك حق حتى واذا كان جبت لها حاجه جديده. يعني الاغلبيه من الملفات يتم رفضها ويتم تاكيد القرار الاول لمصلحه الجنسيه. واقترحت طريقه اخرى لطلب الغاء المرسوم، ولكن الاغلبيه ماهمش مقتنعين. علاه؟ لماذا ماهمش مقتنعين؟ لا اشكال في ذلك. لاحظت ان الجميع يطلب مساعده من طرف محامي او مستشار او كاتب عمومي، يعني داو المعلومات داو طريقه باللي كاين دومون دانيلاسيون، يعني بوسيبيليتي دو فير اون دومون دانيلاسيون دو بوفوار ولا دوكري. وقلت لكم فيما سبق وعطيت لكم فيديو وعطيت لكم ادله باللي درت لكم فيديو وعطيت لكم قرارات اللي جبنا فيهم نتائج ايجابيه عن طريق الغاء المرسوم. ولكن الاغلبيه باسكو باه دير دوموند انيلاسيون لازم تكون يكون عندك مقال ويكون عندك ملف صحيح، لازم تعرف كيف تواجه كيف تراوغ السلطات الفرنسيه. ولكن انتم كوم دابيتيود تروحوا عند اصحاب لي زافوكا ولا لي كونسيي ولا كتاب عموميين تقول لهم ديروا لنا دوموند دانيلاسيون بوفوار دو كري، يبدا يكتب لك اون سامبل دوموند ولا اون روكيت او بيف، والاغلبيه يجيبوا الرفض. انا نقول لكم بكل صراحه اني عطيت لكم باللي كاين امكانيه حقيقه انيلاسيون بوفوار دو كري ولا طرق استعمال الحيل ولا دومون دي ريكزاميناسيون دوسي يجيبوا نتائج، ولكن لازم الانسان اللي يدير لك الدوسي يكون عنده الكفاءات. انا
السبب بكل بساطة عدم الكفاءات في هذا الميدان. نأكدو ونزيد نأكدو واللي حصل حبي يدير انيلاسيون بوفوار دو كري ولا دوموند ديكزاميناسيون ولا كواك سوسوا، اروح ندير لك مقال وتشوف الخدمة، تشوف لا ديفيرونس بين اللي عنده كفاءات واللي ما عندوش. بحول الله في الفيديو القادم نعطيكم نموذج واحد فقط لطلب الجنسية لشخص، يعني لحالة من الحالات، باسكو كاين الاف من الحالات، نعطيها لكم كهدية باش تشوفوا يعني فريمون الفري ترافاي كومو سو في، ماشي طبع اون سامبل لاتر وروح. المهم بروشين فيديو تشوفوا لو ترافاي كومو سو في ليسونسييل. نكملوا لا فيديو تاعنا اليوم، ساكشف سر من الاسرار، اسرار العميقة في هذا المجال لا يعلمه الا امثالي وهم تقريبا فقط تلاميذتي، يعني هذا السر غير انا اللي نعرفه، مانيش نزوخ مانيش نتكبر، وهي الحقيقه ما كاش اللي يهضر عليه وما كاش اللي يعرفه حقيقه، حتى لي غران زافوكا هنا في فرنسا غير يكونوا هاليين والله ما يفهمولو ولا ما تولهولوش، ماشي ما يفهمولوش، كاين فرق وين يتولهلو ولا يفا فير اتونسيون او بيان ان با في اتونسيون كيما يقولوا. ولكن انا نقول لكم التلاميذ تاعي اللي هم لا بلو بار سي زافوكا في الجزائر، كي نقول لكم بلي يعرفولو يعرفولو صح. المهم خلي بروشامون نهضروا في لا فيديو الجاي على هذه الامور. أنا واش قلت بعد القيام ببحث والحصول على مرسوم أو حكم التجنس ثم طلب إعادة النظر في القضية، لكن في البليبار دي كا حتى في طلب إعادة النظر يعطوا لهم الرفض، يعني ما يعودوا لهمش طلب إعادة النظر، رغم أني أكدت أنه يمكن الحصول. وأنا personnellement il y a plusieurs dossiers درتهم، j'ai sollicité la réexamination de dossier، ça a marché à merveille. Autrement, tu m'as tezu diru ce qu'on appelle la même demande, le même objet, mais toujours des résultats un peu positifs, négatifs. Les coups, mais fahamch, est-ce que haqiqatan chez hada ou la, ولكن احنا نعطيو كيما يقولوا حل من الحلول في حاله رفض اعاده النظر، لان الاغلبيه اللي تبعوا لي فيديو تاعي داروا طلب اعاده النظر، كيما عطاو لهمش راحوا ولاو القرار اللي يقول لك دير طعن لوزارة العدالة أو المحكمة بحضور محامي، وتزيد تطلب المساعدة القضائية، يعني الأغلبية يطلبوا المساعدة القضائية هنا في فرنسا. ولكن أنا أقول لكم ما تروحوش لوزارة العدالة وما تروحوش للعدالة وما تروحوش للعدالة وما تطلبوش لجريديكسيونيل، لأن المحامي إذا كان ما عندوش سلاح، وخاصة إذا كان ما عندكش لدوكري، ولكن إذا كان عندك لدوكري يعني في الحالة هذه المحامي يقدر يطلب لك قضية، يرفع لك قضية لدى محكمة تريبينال دانستونس لأجل الحصول على الجنسية. وإذا كان المحامي كما يقولوا قافز ويعرف فريمو الثغرات أو راح يجيبها لك بالدوكري، أما إذا كان محامي كما يقولوا محامي كمحامين عادي، فيمكن أنه يخرجوا لك بخرجة واحدة أخرى. تشوف كاين اللي يخرجوا له حتى بالقانون 30-3، رغم أن هناك حلول، لكن المحامين اللي عندهم الكفاءات ما يخرجوا لهمش القانون 30-3. أنا متأكد من شيء هذا لأني نعرف شيء للأمور هذا. دونك نروحوا، دونك كي دير طلب إعادة النظر واش يديروا لك؟ يديروا لك رفض. بون كاين كثير يعطوا لهم يقبلوا لهم اعاده النظر، وخاصه اذا كان الطلب لاول مره، ولكن حتى اذا كان طلبت النظر ولا ثلاث خطرات اربع خطرات، من حقك ايضا اذا كان جبت وثيقه جديده من حقك تطلب اعاده النظر. هذا قانون شرعي اعطاه لك كما يقولوا المشرع الفرنسي، حتى اذا كان خمس خطرات من حقك انك تطلب اعاده النظر. ولكن ماذا يعني رفض اعاده النظر؟ يعني ماذا يعني اذا كان وجهوا لك وثيقه وقالوا لك باللي اون كونفيرم لا بريمير ديسيزيون، معناتها ما عاودولكش النظر. هذا يعني انه واش قلت لكم يا خوتي، تبعوا معايا تبعوا معايا وفهموا القضيه. قلت لكم في القانون الفرنسي لازم تعرفوا تقراوا بين السطور، لازم تعرفوا القانون، تعرفوا كيف تتحايلوا على القانون بصفة قانونية، يعني تدير تحايل ولكن بصفة قانونية وليس بصفة غير قانونية. وإذا كان عطوك رفض إعادة النظر، يعني سؤال نوجهه، ما ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا؟ بكل بساطة يعني أنه قرار تعسفي. لماذا قرار تعسفي؟ لأن قرار تعسفي القانون الفرنسي شكون أبل إذا كان حوست حقيقة، باريزوم درت لا بروميير فوا لا دوموند وعطاوك رفض، من بعد حوست ولقيت الدوكري تاعك ورحت عاود وليت طلبت الجنسية، القانون الفرنسي يمنح لك الحق باه تتحصل على الجنسية الفرنسية إذا كان حقيقة أنت تمتلك مرسوم.
رغم انك القرار الاول كما يقولوا الطلب الاول ما كاش عندك مرسوم، كي لقيتو راك حبيت تطلب طلب اعاده النظر، من حقك في هذه الحاله واش يصرى؟ الفو دوموند دانيلاسيون بور اكسي دو بوفوار، يعني طلب الغاء القرار لاسباب، لماذا؟ لان المسؤول لمصلحه الجنسيه اللي في تاع سيرفيس ناسيوناليتي تعسف في القرار، لان القانون الفرنسي يمنح لك الحق في اعاده النظر ويمنح لك، تسمى عندك دو شوز هنا، عندك النقطه الاولى انك تمتلك مرسوم، النقطه الثانيه انك حبيت تطلب اعاده النظر. دونك هذا هو السر الجديد، يعني تطلب هذا اللي مازال ما يعرفوش، اللي ما كاش اللي يعرفوه، يعني ما تروحش العداله ودير ركور باسكو ماكش راح تجيب نتيجه، رايحين ياكدوا القرار الاول وساسيراليا تروح تحكم على افوكا، في يعني تقدر تحكم على كل حال، ما نقولكمش ما تروحوش ما تحكموش على افوكا دون الكادر لي جوريديكسيونيل، ولا تقدر تحكموا في اذا كان عندك مرسوم ويعرف ثغرات ولا غير يجيبها، يعني سهله. اما اذا كان من المستحسن انك ما تروحش مباشره، تبدا يفو انولي هذا القرار، لان القانون تما يفو انسيستي، واش قلت لكم كي تحب تشرب من العين ما تبعدش من العين، بقى في العين، اذا كان رحت للتريبينال معناتها راك بعدت من العين، اذا كان رحت للعداله معناتها راك بعدت من العين باش تشرب، دونك بقى في لي زالونتور، يفو با ترو ايلواني دو ليو. وانت احسن طريقه انك تطلب تبقى في هذاك دوموند ريكزاميناسيون دوسياك، تطلب قرار اللي التعسفي اللي يقول لك ما نعاودلكش اعاده النظر، ما تبقى دائما مع مصلحة الجنسية تطلب إعادة النظر بقوة القانون. لماذا من حقك أن القانون يسمح؟ أولا تقدم هذا الطلب إلى محكمة إدارية، كاين محكمة إدارية واحدة هنا بفرنسا، ما قدرش نعطيكم لادريس باسكو قلت لكم اللي تبعوا هذوك ما يستاهلوش ما نعطيها لهمش، نخليهم يجريو شوية باه يعرفوا واش معناتها القانون الفرنسي، باسكو لا بيبار يلعبوها يفهموا بزاف القانون وحنا رجعونا ما كان والو، دونك نعطيكم ليكم نتوما، يعني ليكم نتوما على وجهكم اللي عطيت لكم هذا السر من الاسرار هذو، ولذلك يجي نهار ونعطيكم لادريس كما يقولوا المحكمه الاداريه الخاصه المختصه في هذه القضايا اللي متعلقه ب لانيولاسيون بور اكسي دو بوفوار، يعني طلب الغاء للتعسف في القرار باللغه العربيه. دونك كاينه محكمه اداريه واحده، دونك لماذا من حقك انك تطلب هذا القرار؟ طلب إلغاء القرار التعسفي، يعني تسمى بقوة القانون يعودوا لك إعادة النظر. أولا لماذا وما هو السبب؟ أولا إذا كنت تمتلك مرسوم تجنس أو حكم تجنس، يعني إذا كان حوست ولقيته، فالقانون الفرنسي اللي يقولك الانديبندنس دو الجيري اون ماتيير دو ناسيوناليتي، tous les personnes nées avant le 1er janvier 1963 sont régies par l'ordonnance du 21 juillet 1962. وهذا القانون تاع 21 1962 يقول كل شخص يمتلك مرسوم او حكم تجنس او دارين ريكونيتيف انتر 62 حتى 67 يحق له المطالبه بالجنسيه الفرنسيه لانه يعتبر فرنسي. داكور، هذه من ناحيه، هذا يمنح لك مادام عندك الدكري، على اي اساس رئيس المصلحة الجنسية ما يعطيكش كما يقولوا ما يعطيكش الجنسية، يعطيها لك بلا مزيتو، لأن القانون هو اللي عطالك ماشي هو اللي عطالك. ثانيا هو إذا كان ما حبش يعيد لك النظر، دونك واش كاين قلت لكم لازم تعرفوا تقراوا بين الأسطر، وهذا الأسطر واش يقول كاين قانون واحد آخر هذا الجديد نقراه مباشرة، في لا لوا نيميرو 78753 دو 17 juillet 1978 portant divers mesures donc d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal modifiées par l'ordonnance numéro 2005-650 du 6 juin 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations. يعني réutilisation يعني تغيير في المعلومات، إعادة معلومات جدد، تغيير معلومات جدد ولا تقديم معلومات جدد وأخذها بعين الاعتبار من السلطات الإدارية. ومصلحة الجنسية هي مصلحة إدارية، ومن حقك أنك يعني تقريبا هي مصلحة إدارية، دونك داوها لا جوستيس كيما يقولوا تريبينال دو غونسون، مي سي باراي سون ادمينستراسيون كيما يقولوا، دونك من حقك أنك تموديفي المعلومات في القضية في الملف تاعك، وكي تموديفيهم يعني يكون دائما قرار جديد، دونك هذا القانون يسمح لك لو دروا داكسي اكوا
à la réexamination du dossier. Donc, الثغرة هذه اللي قلتكم عليها, هذه هي, il faut faire tout d'abord une demande d'annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif. واش من التريبينال كاين واحد, ما نقدرش نقوله في الحالة ذوق وقتنا, ولكن أنا رايح نقدمه مستقبلا, ويا با بروبليم, نقدر نمدو, ما كان حتى إشكال في هذا الشأن. دونك أظن أني أعطيتكم حاجة جديدة, ومتأكد 100% بلي ما كنتوش, لأنكم الطريق الوحيد اللي راني شفت كاع المتتبعين كاع الناس اللي دير لي دوسي, تروح ديريكت دوموند ريكور مينيستر لا جوستيس, ولا دير ان افوكا وتروح ديريكت تريبينال وتطلب الجنسيه الفرنسيه. جيسبر اني جبت لكم حاجه جديده, جيسبر بلي يعني تعلمتوا حاجه جديده اليوم, وراني نستنى لي كومونتير تاعكم, يعني نستنى لي كومونتير تاعكم, ونستنى رايكم ان شاء الله, وربي يوفقكم ان شاء الله. واللي عنده اشكال ولا اللي ما حبش كما يقولوا اللي حب ولا لقى إشكال, يقدر ياخذ موعد تجور معايا على الأرقام في فرنسا 0337 54 21 69 51. أما بالجزائر هذو هما لي نيميرو, تقدروا تحبسوا لا فيديو وفو بوفيو تلقاه أسفل هذا الفيديو, ولا تكتبوا لي بار ايميل. كاينه حاجة الأغلبية يقول لك ودي رانا نتصلوا بالجزائر ولا هنا, ما همش يرفضوا. يا خوتي رانا في رمضان, اصبروا شويه حتى بعد رمضان, لان رمضانكم على بالكم لا بليبار ما يخدموش. اذا كان ما نحكمش, اذا كان ما حكمتهمش في الوقت الحالي, تقدر تبعث اس ام اس وتكتب لهم جيمري بيان بار زون بروندر رونديفو فيك مسيو سعدي, وهما كيشوفوا لو ميساج يعاودوا لك عاجلا اجلا, ولكن اصبر دالتك. دونك حنا رانا في رمضان, نقدروا شويه ظروف يا خوتي. كاين بعض التعليقات اللي نلقاهم اسفل هذا الفيديو, يقول لك دير دي فيديو بصح ما قدرناش نتواصلوا معك, ما قدرناش نكونوا في اتصال دائم معك. يا خوتي سمحوا لي, انا ما قدرش نتواصل مع الناس قاعد دائما, لان عندي ملفات وعندي زباين راهم يكلفوا فيا, دونك عندي عمل في الميدان وما عنديش الوقت انا نريبوندي حقيقه. وراني قلتها ونزيد نقولها مره الاف المرات, اني نقدم خدمات مجانيه عبر اليوتيوب, يعني ندير دي فيديو ناخذ شويه من وقتي ونجيب معلومات ونقدمهم للناس مجانا, وراني نحاول اني نجاوب ايضا في اليوتيوب لبعض المتتبعين, ونحاول نجاوب في الايميل, ونحاول نجاوب ايضا في الصفحه تاع الفيسبوك تاعي, ونحاول نجاوب قد المستطاع, وشي هذا راني نقدمه مجانا. اما اذا كان حبيت تواصل معايا في كل شخص كما يقولوا بصفه شخصيه, لازم عليك, هذو هما الطرق الوحيده اللي عندي, لازم عليك تاخذ موعد معايا وتجيب ملف تاعك, ونقدم لك استشاره خاصه بك. اما الاستشارات اللي نقدمهم في اليوتيوب في الفيسبوك فهي بصفه عامه حقيقه. جي با لو شوا, البعض راني وجهت, شفت بعض التوجيهات لبعض الاصدقاء اللي كتبوا لي دي ميساج, يقول لك انت افون دو دوفينير فو فوار يفو بروندر ان رونديفو يفو بي دي دروا دو كونسلطاسيون. واش كاين البعض حتى انه يتمادى في الكلام, يقول لك واش حط روحك انت باه نعطيك درهم قبل ما نشوفك. يا خوتي انا قلت لكم ونزيد نقولها على كل حال, اللي حاب يتواصل معايا لازم عليه ياخذ رونديفو ويخلص لي دروا دو كونسلطاسيون ا لافونس بار سي سي بي ولا بار كونتانا في فرنسا, ويجيب الملف تاعو, واذا كان عنده 2000 سؤال يطرح 2000 سؤال ونجاوبو في 2000 سؤال حسب القضيه تاعو, نجاوبو لا اشكال في ذلك. ولكن الله غالب, انا ما نقدرش نحل مكتب ونستنى في الناس اللي يجي يسقسي ويجي رايح, ما كاينش منها. جو بو كيما يقولوا, اذا كان لقيت واحد عنده مكتب وحاله راه يستقبل الناس ويمد استشارات هكذا مجانا وما يخدمش ويقعد غير يعاون هكذا, فيها ان ما يتقبلهاش العقل. كاين امور نقدموهم مجانا, كاين ملفات نديروهم مجانا, مثلا بور لي مالاد ناخذ بعين الاعتبار الواحد اللي جا لنا فرنسا حبي يداوي ومريض, حنا نوقفوا معاه يا با بروبليم. كاين اللي راهم معاقين حبوا يديروا ملفات يا با بروبليم, ولكن اون بو با دوني تو كيما يقولوا, اون بو با فير تو غراتويتمون بور تو الموند, سي با بوسيبل, ما يتقبلها لا العقل لا والو. تكونوا واقعيين. اذا كان حبيتوا معلومات مجانا, تبعوا معايا لاشين في اليوتيوب, تتعلموا بزاف حوايج. اذا كان بوزيتو لي ديكيسيون كيما يقولوا في لي كومونتير, نحاول نقدم معلومات قد المستطاع, ولكن كيما يقولوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واذا كان حبيت تواصل معايا شخصيا, ما عليك انك تاخذ رونديفو, جي با لو شوا, جي با لو طون تو سا, لازم تكونوا واقعيين. المهم هذه هما طرق التواصل معايا, بار هذو من الطرق ما كاينش طرق واحده اخرى.
نقول لكم يا خوتي ما تنسوش لي كومنتير وصحة رمضانكم وربي يتقبل منكم أيضا وربي يهنيكم وربي يوفقكم إن شاء الله. وتحية طيبة مني إليكم جميعا وربي يجيب الخير إن شاء الله. بسلامة.